السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد. ويا حلو المذاكرة لما الواحد يفهم بعدين يبدأ يذاكر. طيب نبدأ هنا. أول شيء اللي هو embryonic period، طبعا هي من الأسبوع الثالث للأسبوع الثامن. يعني لو جاك سؤال قال لك الجنين في الأسبوع السادس ماذا يسمى؟ يسمى إمبريو. خلاص. أورغان جينيسيس، تكوين الأعضاء، يتكون من ثلاث طبقات. أو أيوة نعم. هنا إكتوديرم الطبقة الخارجية شكلها كيف؟ تكون فلات بير، يعني شكل مسطح زي شكل الكاميثرا. طيب بير كاميثرا ديسك. برود سيفاليك ريجن، يعني دائما في بداية الخلق سبحان الله اول شيء يبدأ في السيفاليك وبعدين يروح اللي هو كادول. طبعا هنا هذه الاشياء ممكن يجيب لنا طريقتين من الأسئلة. يعني مثلا يقول لك CNS comes from ectoderm، ولا CNS is a derivative of ectoderm، ولا يقول لك CNF is formed by ectoderm. طيب طبعا هنا اللي هي نيوريليشن طبعا هي طريقة ايش تصنيع اللي هو النيورال بليت، بروسيس اوف نيورال بليت. هي اصلا ايش هي؟ هي هذه العملية هي تكوين النيورال بليت الى نيورال تيوب. بعدها يعني هي التحويل من هي تكوين اول شيء البليت وبعدين تكوين التيوب وبس. يعني خذوا الامور ببساطه. بس هو اللي ما يعجبني في المحاضرات اللي زي كذا، يعني بعض الاحيان تضيع. وراح اوريكم موضع يعني في هذه السلايد ممكن البعض يفهمونه خطا بما فيهم انا، يعني فهمته خطا وربنا يسر وعرفته بمساعدة احد الزملاء. طيب formed by thickened ectoderm overlying the notochord. يعني دحين البليت هذا كيف كون؟ كون بواسطة طبقة سميكة من الاكتوديرم كانت فوق النوتوكورد. وطبعا هذا الشغل كله طبعا اللي هو النيوريليشن وتكوين النيورال بلات وبعدين تكوين النيورال تيوب كله induced by notochord، كله اللي محفزه هو النوتوكورد. طيب induction طبعا هذه معلومة، يعني يقول لك induction for brain، وهذه ايش الاشياء اللي تحفزها؟ اللي هي ثلاثة بروتينات. بس هنا قال inactivation، هذه انا ما ادري ايش هي. اللي يعرفها يا شباب اكتبها في الكومنت. يعني هل هو يقصد انه inactivation of BMB for membrane of TGF؟ معناها انه لما نتكون هذا، معناها لما تتكون هذه البروتينات تعطل هذا الشيء، ولا انه هذا الشيء يعطل هذه البروتينات؟ لكن هو يعني الرأي الأصوب اللي أراه انه عندما تنتج هذه الأشياء خلاص يصير ما عاد لنا حاجة في هذا اللي هو BMB، فلذلك هذه البروتينات اللي أنتجت بواسطة هذولا سوف تعطله inactivation of BMB. نعم. طيب نروح ل induction of hindbrain and spinal cord induction اللي هو نفس الشيء. طبعا الهايند برين والسباينال كورد طبعا يحفز بواسطة
الاثنين هذولا. اوكي نعم. طبعا بعدها خلاص اوكي خلصنا. شوفوا هنا هذا الشيء اللي ما يعجبني في السلايدات، هذا الشيء اللي ما يعجبني في الملخص. ايش هو يعني الحين قال لك organizing the cranial cranio code wall access. يعني كتب لك هنا ريت ايونيك اسيد. حلو ممتاز. ريت ايونيك اسيد يعني ايش هو الشيء اللي يعمل organizing ريت ايونيك اسيد. طيب لكن دحين النقطة هذه هي مش عائدة على هذه، النقطة الثانية اللي هي regulates the expression مش عائدة على هذه، عائدة على هذه الريتينيوك أسيد. يعني إحنا الريتينيوك أسيد هو اللي بيعمل regulation expression of homebox genes code for transcription factors. فهمنا؟ يعني الحين عشان ننظم الكرانيال كودال اكسس المحور نحتاج هذا الاسيد. فهذا الاسيد ايش راح يعمل بالضبط؟ راح يعمل ريجوليشن للهوم بوكس. ونكمل في الفيديو التالي ان شاء الله.